رفضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الادعاءات التي تربط بين أعمال التطرف التي شهدتها بلادها مؤخرا وتدفق اللاجئين، وأكدت خلال حملة انتخابية لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي على أن الإسلام جزء من الثقافة الألمانية طالما تتم ممارسته بطريقة تحترم دستور البلاد. ظاهرة الإرهاب الإسلامي المرتبط بداعش لم تصلنا مع اللاجئين، بل هي موجودة، ما يجعل عمل قوات الأمن ضروريا، وعليهم أن يكونوا مرتبطين دوليا، فدون ذلك لا نستطيع محاربة الإرهاب. في وقت سابق من هذا الأسبوع ربط المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية بين غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون والمستشارة الألمانية في مسألة التعاطي مع الهجرة. ففي الأسابيع الماضية شهدت ألمانيا سلسلة هجمات ثلاث منها نفذها لاجئون أو طالبو لجوء، ما زاد من الاستياء الشعبي في ألمانيا من اللاجئين.